يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد. معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وهذه درجة الحرارة المتوقعة غدا على بعض المدن والمحافظات. نبدأ بالقاهرة 30-18، الإسكندرية 25-18، مطروح 24-16، بورسعيد 25-17، الإسماعيلية 29-19، ونتحول إلى محافظة السويس 28-18، العريش 26-17، طابة 30-18، شرم الشيخ 36-25، الغردقة 25-24، الأقصر 39-23، أسوان 41-24، الوادي الجديد 38-23، شلاتين 35-20، حلايب 32-20. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.